معانا اليوم في ميدان الملك عبد العزيز، وانتم تسلمون اليوم كاس والدكم المغفور له باذن الله تعالى الامير سلطان بن عبد العزيز. اولا احب اتقدم بالشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدها الامين حفظهم الله، ولا يستغرب الوفاء من اهله ووفائهم لرجال قامت هذه الدوله على اكتافهم، وسمو سيدي الامير سلطان رحمه الله عليه اهتمامه في الخيل منذ طفولته، فأنا أشكر الجميع ولا يفوتني أتقدم بالشكر لأخي الغالي سمو الأمير بندر بن خالد على ما قدمه ويقدمه لهذا الموروث العريق، وهو أهلا لذلك، ونتوقع منه إن شاء الله الكثير والكثير في المستقبل. بالتأكيد سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز خدم ملوكه وخدم أيضا وطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية، ولعل أيضا الخيل من ضمن أيضا اهتماماته يرحمه الله، خاصة أيضا من خلال مربط البوبيات واللي اليوم تستمر بإسطبلات الخالدية امتدادا لها والتي يرعاها بالتأكيد سيدي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز. هذا صحيح، اهتمامه رحمة الله عليه كان كبير جدا بالخيل مثل ما ذكرت لك منذ طفولته، واهتمام سمو سيدي الأمير خالد هو امتداد لذلك، وعلى كل حال هذا موروث قامت عليه الدولة وتوحدت أركانها الجزيرة العربية على ظهور الجياد. يعطيك العافية. سمو الأمير أخيرا خلينا نتحدث عن هذا المهرجان، التقاء أصحاب السمو الملكي الأمراء، أبناء الملوك، أبناء العمومة أيضا في هذا الميدان، وتواجدهم مع إخوانهم شعب المملكة العربية السعودية يعطي تلاحم ويعطي أيضا أهمية لهذه الرياضة. الحمد لله اللحمة موجودة في كل مجال، في المواريث وفي كل المجالات، والحمد لله الدولة تعيش الآن نهضة كبيرة في ظل قيادتنا الحكيمة، ونتمنى إن شاء الله أن نرى وطننا في مقدمة الصفوف إن شاء الله، والمستقبل إن شاء الله أفضل. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام.